مرحبا، أنا شوقي زيدان، بشتغل بمحمية أرجى شوف. وأنت هلأ ارتاحي هون، خلص دورك. تنشوف وين صارت هالبنت. لك وينها عم تلعب مع التاريخ؟ هيدا التاريخ اللي قدرنا نحميه، فهو يحمي المستقبل، فهو ينعش المستقبل وينعش المنطقة. وهي المحمية بنته، ومؤكد رح تضل تنعش هالمنطقة. كل ما هي الدنيا دنيا.